أغنية عمرو مصطفى الجديدة لحنها مسروق؟ مساء الفل، النهاردة هنتكلم عن أغنية عمرو مصطفى معرفش إنساني، هقول لك رأيي فيها. وبمناسبة لحنها مسروق ولا لأ، في متابع من متابعين يعني من الآخر بسلمه كده وش، أنا ما خدتش بالي من الموضوع ده، اسمه علاء عبد الهادي حبيبي طبعا من فلسطين، كل تحية لأهلنا في فلسطين، بعت لي أغنية قال لي إيه رأيك؟ هل في تشابه ولا لأ؟ تعالوا نسمع. سبت وانا بقول يا خساره الدنيا صحيح اصحى الحياه برضاها تدك تبيك تعال. طيب بعد ما سمعنا معرفش انساني، انا من وجهة نظري بقول انه مفيش تشابه، مفيش سرقه، في شويه روح من دي شويه، ولكن يعني احنا بنحكي، لو بنحكي موازير وقانون اكيد لا مش سرقه، اكيد لا مش اقتباس. انسبيريشن ممكن بنسبة قليلة جدا، يعني انه مثلا عمرو مصطفى الجزء ده او اللحن ده الهمه انه يعمل اللحن ده، ما اعرفش، بس ما ظنش. لو فضلنا نركز في كل، مش كوبليه، في كل جزء، في كل معزوفة من الاغاني بشكل عام مش هنخلص، وهنحس ان الموضوع بقى ممل. وانا زي ما قلت على اغاني كتير لملحنين تانيين الناس شكت ان هي مسروقة، قلت لهم يا جماعة لا، اكيد في اغنية زي دي لا ملهاش علاقة. ولكن تعالوا بقى نتكلم على الأغنية ذات نفسها. معرفش إنساني، كلمات ربيع السيوفي، ربيع السيوفي يا جدعان فينك يا ربيع؟ فينك يا ربيع؟ ده أنت من أنا عايش ما سمعتلكش حاجة يعني، بقاله كتير قوي، ولكن بتمنى أشوف ربيع السيوفي أكتر من كده. الأغنية لذيذة حلوة، بحس إنه عمرو مصطفى عنده أقوى من كده. وزي ما قلت لكم أنا صريح، خدوا بالكم من حاجة، مش هقول لكم سبب خلاف ولا سبب، يمكن يكون هو زعل مني في أغنية إلا أنا، دي كانت الأغنية اللي بعديها لقيت عمرو مصطفى عامل لي بلوك. ليه؟ عشان ما عجبتنيش، ما عجبنيش الكلام بتاع محمد رمضان ده، اللي انا واجهت غلاف السنه، يعني كنت بحس ان عمرو مصطفى في حته تانية وفي ليفل تاني، بس كلحن ما عنديش فيها مشكله، قلت عاديه يعني، بس ما كانتش اقوى حاجه. يمكن مثلا اغنيه زي هحكي لك قدام، في اغاني لعمرو مصطفى انا كنت بتمناها مش بصوته، مش تقليلا منه على فكره، انا الشخص اللي كنت بسمع مثلا اغنيه زي قلبي ارتاح، أغنية غنتها مش عارف رندا حافظ حاجة كده مطربة يعني، دي كانت أغنية عمرو مصطفى غناها بالجيتار، والجزء ده أنا كنت مسجله عندي أيام الموبايل النوكيا، وكنت بسمعه بصوت عمرو مصطفى. أنا كنت بحب قوي عمرو مصطفى لما بيغني ألحانه في اللقاءات 2005 و2007، ولكن في أغاني بحس إن هي كنت أتمنى تديها لمطرب تاني، أتمنى تطلع بجيل جديد وتديله الألحان دي يعني. معرفش انساني كنت اتمنى بدل ما تقول لي بقى خلي حد يغني ما شربتش من نيلها ما خلينا نبتكر، خلينا نطلع حاجات حلوه، لانه اللحن ده حلو مع حد تاني، محدش غيرك يقدر يغني برتاح معاك ولمستك، انا مش عارف اسمعهم غير منك انت. بس في اغاني تانيه بحس ان هي لا، دي تروح لحد تاني. فاتمنى الراي يتفهم صح بالنسبة للأغنية، هي مسروقة ولا لا مش مسروقة، ده اللي كان عندي النهاردة. اسمعوا الأغنية وقولوا رأيكم فيها إيه، وأنا متوقع إنه في أغاني أقوى من كده لعمرو مصطفى، شايفها إن هي كويسة لكن مش أفضل ألحان عمرو مصطفى. بس أشوفكم فيديو جديد، سلام.